من قطع تميمة كان كعدل رقبة. يقول: من الذي يتولى قطع التمائم؟ هل هو كل أحد أم هو خاص بولي الأمر فقط؟ خاص بولي الأمر، وأما غير ولي الأمر فقلنا أنه ما يزيل الأشياء بيده، لأنه يعني ليس له سلطة، وهذا يسبب شر أكثر. لكن يبين للناس ويحذر ويبلغ ولاة الأمور ويسعى في إزالتها. نعم.